السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكايتنا النهاردة مع رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس لن أعيش في جلباب أبي. هذه الرواية التي تحولت إلى مسلسل تلفزيوني. الرواية بتتكلم باختصار عن حكاية إنسان بسيط متمسك بالثقافة، متمسك بمبادئه وتقاليده. فالكاتب بيصور لنا شخصية الحاج عبد الغفور البرعي الذي كان عاملا يبيع الحديد الخردة في السوق، ثم أصبح أكبر تاجر حديد. لم تتغير شخصية عبد الغفور رغم وجود المال والسيارات معاه، وعنده بيت جديد في منطقة الزمالك، وعنده أملاك وعمارات، ولكن لا زال بيلبس الجباب الواسع والعمة، اللبس التقليدي ما تغيرش، لبسه زي ما هو.